واحنا بنتكلم على المحكمات العسكريه للعمال محتاجين نوسع شويه الافق علشان اصلا المحاكمات العسكريه للعمال كجزء من المحاكمات العسكريه للمدنيين بشكل عام في مصر شكلها ايه قبل الثوره وشكلها ايه بعد الثوره. وكمان محتاجين نلقي نظره على الفكره بتاعت مؤسسه الجيش وقد ايه هي بتشتغل في اقتصاد شكل ايه، وبالتالي علاقات العمل جوه هذه المؤسسه هيبقى شكلها ايه، وقدر الظلم اللي هيقع على العمال اللي بيشتغلوا في المؤسسات دي قد ايه. كان بيتكلم على انه عدد اللي اتحكموا عسكريا من اكتوبر 2014 لحد ابريل 2016 اللي هو التقرير كان 7420 مدني اتحكموا عسكريا، وانه عدد كبير منهم اتحكم عليهم بالفعل، واحنا كلنا عارفين ان كمان عدد منهم خد احكام بالاعدام وتنفذ فيهم حكم الاعدام زي بتاعت عرب شركس اللي ابنه بعد كده الناضي بعد ما تنفذ حكم الاعدام فعلا في الشباب. وده بيورينا قد ايه انه المحكمات العسكريه عادله وفيها كل السبل والضمانات لانه الناس تدافع عن نفسها ويبقى فيها تحقيق للعداله. المحاكمات العسكريه في الحقيقه كانت موجوده من ايام مبارك، بس كانت موجوده من ايام مبارك مش بنفس الدرجه اللي بقت موجوده فيها بعد الثوره. ايام مبارك اللي كانوا بيتحكموا محاكمات عسكريه الاسلاميين وبتوع الجهاد وكلهم على بعضهم من سنه 92 ل 98 كانوا بيقدروا ب 1000 واحد مدني بيتحكموا عسكريا. يعني احنا بنتكلم في 6 سنين 1000 واحد مدني بيتحكموا عسكريا، بنتكلم في حوالي ما يكملش سنتين اكتر من 7000 مدني بيتحكموا عسكريا، ومن 28 يناير لحد 29 اغسطس 2011 المدنيين اللي اتحكموا عسكريا 11879 واحد، وانه اديم منهم 8071 واحد. فده بيورينا قد ايه اتجاه فكره المحاكمات العسكريه، وانه الدور دي دلوقتي على موضوع العمال، انه من سنه او اكتر تقريبا عمال العريش اللي ضربوا بالنار واتقتلوا مش مستنوش بقى ان هم يقدموا محاكمه عسكريه لانهم بيضربوا وبيطالبوا بحقهم، والنهارده عمال السنه البحريه اللي طالعين يطالبوا بحقوقهم بيتقدموا في محاكمة عسكرية. وزميلتنا الأستاذة سوزان ندى هتقول لنا التفاصيل. قبل ما ابتدي أقدم زمايلنا حابة أفتكر إن إحنا في 2010 ممكن يكون كتير من الشباب ما كانش معانا، عمال الشركة الهندسية في حلوان كانوا قدموهم فعلا المحاكمة العسكرية، والقوى السياسية وبعض القيادات العمالية عمل وقفة في 2010. في الحقيقه انه الوقفه دي اصفرت انه العمال بالفعل بعد كده اخلي سابني ما تحكموش عسكريا. ده بيورينا ان احنا فعلا نقدر اذا تضامنا واذا طورنا في الحمله ووصلنا لحبل تضامنات اكتر وشفنا طرق مختلفه للتضامن نقدر نضغط عشان زمايلنا بتوع الترسانه البحريه ما يتحكموش عسكريا وتليجي المحكمات العسكريه بنسبه